صباح الخير، كيف دايما الغزاله ديالي؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم كلشي مزيان؟ المورال 5 5؟ المهم الغزاله ديالي كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير على خير او ما خاصكم بخير. اليوم الغزاله ديالي فيديو جديد. قبل ما نبدا معكم في فيديو ديال هذا النهار هذا، كنشكر كاع البنات اللي انضموا للقناه، وكنشكركم كاملين على التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتشجعني وكتفرحني. كنقول لكم الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش انكم تشتركوا فيها وتضغطوا كذلك على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد للقناة. المهم اليوم ان شاء الله كما قلت لكم فيديو جديد، بديت معكم الفيديو ديالي. المهم المهم دابا نقول لكم 11 البنات غادي نبدا معكم الروتين ديالي ديال هذا النهار هذا. فصراحة بديت هكا الروتين ديالي عادي، الصباح روتين توجهي الفطور الى غير ذلك، ودابا ان شاء الله غادي ندوز هكا باش غادي نوجدوا وجبه الغداء. بالنسبه للغداء غادي نوجد اللي عرفتوا الفولار مشكله. المهم قلت لكم غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نوجد معكم الغديوه ديال هذا النهار هذا. فانا صراحه الغدا ما غاديش نتغدى في الدار، لحقاش غادي نتغدى على برا. غادي تسمحوا لي غادي تبرزتكم هكايا لا ماشين ما خدمتها هاد الصباح هذا، شي حويجات كانوا عندي درتهم دوزتهم هكا فيها وخاصني نطلع ان شاء الله. المهم غادي تبقاو تسمعوا هكا داك الدوران ديال الماكينه. المهم ما عليناش، كما قلت لكم البنات انا ما غاديش نتغدى في الدار لحقاش غادي نخرج نتغدى على برا. دايره انا والبنات يوميات خديجه وخديجه ام جهد غادي نخرجوا هكايا نتغداو على برا. ومهم المهم بغينا نقضيو واحد الغرض وغادي تعرفوا ان شاء الله من بعد. المهم اي حاجه درناها راكم غادي تشوفوها معنا. المهم كما قلت لكم غادي ندوز ان شاء الله باش غادي ندير الغدا. بالنسبه للغدا غادي ندير غير بيتزا ديال الخبز ساندويتش، يعني غادي ندير غير بهذا الخبز ديال البانيني هذا البنات هو اللي غادي ندير به ان شاء الله البيتزا. لحقاش غير البنات انا يعني غنخرج نتغدى على برا، ماشي نتغدى في الدار ونتغدى على برا. صافي راجل ما كاينش يعني غير البنات، وكنعرفين البنات هكا تيبغيو شي حاجه اللي هي خفيفه ظريفه بحال الساندويتشات بحال البيتزا الى غير ذلك. المهم قلت انا غندير لهم غير هادو فكيجيو خطير، تيجيو زوينين وساهلين ماهلين هكا دغيا دغيا تزربو فيهم هكا في الغدا الا كنتو زربانين ما عندكمش الوقت. هادو خفان زربان دغيا توجدوهم. غادي نديرهم ان شاء الله غير بالطوم والفرماج ديال الساندويتش ماكينه ولاصوص دي ماطيشه سوليس. انا تنخدم بهذه صراحه زوينه البنات خطيره في المذاق ديالها. انا راه كنت ديجا شاركتهم معكم البنات وما فيها باس نعاود نشاركهم معكم، ولكن كنت شاركتهم معكم شحال هادي يعني كنت شاركتهم معكم في رمضان. في رمضان كنت شاركتهم معكم معت واحد المنشار ما عرفت فينا هو، ديما داك المنشار مضر ليا. المهم ما عليناش، انا ان شاء الله دابا غادي ندور لكم هكا الكاميرا باش تشوفوا كيفاش غادي نخدموا. فهما عادي غادي نقسمهم غير نقسمهم على زوج، غادي نوريكم نقسمهم غير على زوج صافي. ونولي ندير لهم لاصوص د ماطيشا الطون وانتوما عمرو باش ما بغيتو. انا حيت باش ما تياكلوش ليا ديك البصله والفلفله وهذا ما تياكلوهمش، هانتوما كنشتو نقسمهم غير بحال هكا. ما تياكلوش البصله، ما تياكلوش الفلفله، ما تياكلوش الزيتون من الفوق الشامبينيون، يعني داكشي ملي كنديرو تيبقاو هكا كينقيو فيه. داكشي علاش قلت غادي ندير لهم غير لاصوص د ماطيشا، غادي ندير لهم الطون هذا الفرماج ديال الساندويتش صافي. غادي ندخلهم الفران يتحمروا ويتقرملوا صافي، وغنعطيه ليهم ان شاء الله باش غادي تغداو به وصافي. هادشي اللي كاين. المهم غندور لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا داكشي اللي غادي ندير، واي حاجه درتها نتوما معايا. Thank you.
البنات ها هي الغديوه ديال بنياتي وجدتها. ها هما دوك بيتزا هكا بالخبز ديال الساندويتش كيفاش كتجي. حطيت عليهم هكا في طبيسلات صافي وهكا عصير باش غادي يدوزو. صراحة كنت بغيت ندير ليهم عسل الحامض ولكن ما بقاش عندي، بقات غير واحد الحوين بصري ورا ما غادي دير ليهم والو. صافي عطيتهم غير هاد العصير هذا ايوا صافي، وغادي نحط ليهم هكا يتغداو ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. انا رجعت لكم صافي، جمعت الدار البنات غديتهم ايوا ولبست حويجاتي وغادي نخرج دابا ان شاء الله باش غادي نتلاقى مع البنات. غادي نتلاقاو عند يوميات خديجة حدا دارها، عاد ديك الساعة غادي نشوفو فين غنمشيو. ايوا هادشي اللي كاين مهم، اي حاجه درتها انتوما معايا، يلا نمشيو. المهم البنات انا يلا لقيتوني وصلت هكا عند يوميات خديجه، راه كاينه نيت عندها خديجه ام شهد، نتسناهم غير دابا ينزلوا. صونيت ليهم ايوا ونهبطوا ديك الساعه نشوفوا فين غادي نمشيو. شي خديجه هادي شي نهار تخرج علينا. ام البنات نزلوا البنات لينا دابا شوفوا ما تسالموش، راه عندك القيد لقيتك انت لا دابا هما نازلين كاين واحد الرجال وهي تقول لي كتسلمي ولا كاينه كورونا، وهي تسلم عليا وهي لا ما خايفاش من كورونا، غنقيد القيد غنعيط القيد، وهي تنقص خديجه تقول لها ويلي راه القيد هذا اللي دخل. دابا هو راه بدا كيضحك وانا كنقول اه هو دابا اللي كيضحك. لا راه هو قولي هو راه قيد. المهم البنات حنا تلاقينا دابا، خلينا ندخل في شي شكل. المهم حنا يلاه تلاقينا دابا، عاد ديك الساعه غادي نشوفوا ان شاء الله فين غادي نمشيو. ايوا هذا الشيء اللي كاين، المهم اي حاجه درناها غادي تشوفوها معانا. مسخوطه راك كنتي شي البنات حنا جينا هنايا لعين دياب، غادي نتغداو ان شاء الله في كي اف سي. قالت لكم خديجه ما عرفتش واش غيشبعك يا صاحبي. ما يشبعنيش يلاه، غير البنات كتبقى يضحكوا عليا تيقول لك هادشي غيتبعك انت ما باينتش غيتبعك. قالت لك ناري هذا ب 35 درهم. ها هما ها هما الفتيات يلاه نزلوا. احنا نازلين، التليفونات قتلونا قتلونا. دابا كل وحده كتصور بوحدها خاصها اليوم، راه زعما حاسنا حاله مع التصوير. ايوا ما عندنا ما نديرو. المهم البنات حنا دابا على رشد المتتبعات الغزاله نصوروا ليكم باش نشاركوا معكم ان شاء الله كل شيء. ها هي خديجه يوميات خديجه. مرحبا بكم البنات، ها هي خديجه خديجه انا يوميات خديجه يوميات خديجه وخديجه ام شهد غنيه عن التعريف. يلا البنات زعما دير لينا والو. قلت لها هي في الصراحه راه فعلا راه الخبزه راه ما عندها ما تخلي لي تسمعي خبزه من الدار. مسخوطه تخيلوا لي جيب خبزه ونجي لهم الحصه عادي يقول لي ما الخبزه ما يدير لي والو. صغيوره يا صغيوره نورمال جوج دغمان حسن ديك جوج دغمان ثلاثه. المهم المهم ماشي مشكل. ايوا صافي كيسحب لي غير انا اللي ما تكفينيش. لا 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 كنا والو كنا هادي ما عندها ما دير لي. ها قلت لها كنا هادي ما عندها ما دير لي. ايوا لاباس. ايوا المهم البنات ندوزو نتغداو ان شاء الله. ايوا وسمحوا لينا حقكم في الجنة، حقكم في الجنة البنات. عرفتوا البنات لا سالاد عندهم زوينه مش موطا كيعطيو طغي كيتشوف كيتشوف لا سالاد عندهم فنه. أنا عندي اسمها كيتشوب. انتيا حلو هاد الكيتشوب ديالي ما كياكلوش ليا دابا. هادي ديما ملي كياخذوها البنات كناكلها غير انا بناتك. ما كياكلوهاش
ولكن زوينه صراحه زوينه واعره بنات خديجه، واخا ديريها في الدار ما تجيكش بحال مش لي كتنطلق راسك. الجو بارد وزوين والبحر فن البنات عاتو الماج واري والله بكره حتى انا مزيكا والحياه سعيده ام البنات عاوتو الدنيا فن وحتى حتى الدنيا ما عامره شفتو يعني خاويه تمشاو على خاطركم وكلشي صافي خديجه شي نهار غتجي دير شي فلوق قالت لكم هنا بوحدها انا ما كنقدرش حتى انا حتى انا ما كنقدرش نخرج بوحدي انا ما كانوش معايا راجلي ولا انا ماشي ديما ولا صحاباتي ما انا ماشي ديما ولكن مزيان مره بوحدو زوينه الدنيا المهم حنا غادي نمشيو ان شاء الله غنضربوا هاد الطواله هاد الكعطه كاين جبده حتى نوصلوا ان شاء الله للمروكومون غادي ندخلوا هكا المروكومون غادي نضربوا هاد الطواله هادي كامله هاد الجبده ان شاء الله حتى نوصلوا حتى نوصل المروكومون ايوا صافي ونتمشاو نهضموا داكشي المهم درنا سارينا مشينا لهاد الشيء اللي ما شايفين
بزاف باش ندير حتى حاجه. المهم درنا تفوجنا شويه دابا ان شاء الله غنمشيو لحي الحسن. واش راجل هذا حي الحسن؟ غنمشيو لحي الحسن واحد المحل زوين، واحد المحل زوين كيبيع الميعنات. شوفوا ديك الساعه تفرقوا ديك الساعه كل واحد تشد شي خيمته والله ولا السدان قبل عسته. اي والله يسهل الامور. هنا يا الغزرات ديالي جينا لواحد المحل اللي كيبيع الاواني. صراحه عنده داكشي خطير البنات، عنده داكشي رائع، البريردات، الصواني، الكيسان، الديكورات، الدريات، كلشي البنات عنده رائع رائع رائع. ما نعاودش لكم داكشي فن البنات. مهم بالنسبه لهذا المحل هذا كاين في الحي الحسني انفاس مع القصريه ديال الحي الحسني. فجينا انا والبنات باش خديجه ومشات غادي تاخذ واحد الهديه لواحد الصديقه اللي غادي نمشيو عندها ان شاء الله، عارضه علينا لانيفيرسير ديالها وغادي تعرفوها شكون هي في الفيديو الجاي ان شاء الله. فصافي هادشي اللي كاين البنات. هنا غادي نسد معكم لا فيديو ديال هذا النهار هذا وغادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم على حسن المتابعه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وغادي نخليكم مع هذه الجوله الخفيفه ظريفه في هذا المحل. يلا البنات تهلاو ليا فراسكم، تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يلا باي باي، سلامه.